السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم بناتي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض الجزء الثالث من الفانوس الخرز اركيت بتاعنا. هنعمل القبة من فوق. انا عشان اشتغل القبة بنات عايزة اعمل سطر رباعي لجوه، عايزة اقفل المنطقة دي ادخل بيها لجوه. فانا هعمل ايه؟ شايفين الاتنين اللي في الجنب دول اهم، دي ودي، الاتنين دول هدخل فيهم، هيبقى معايا خرستين حط عليهم اتنين. معزة نايم لجوه، رباعي نايم لجوه. وسط انخيتي تمام، معايا اتنين هحط عليهم اتنين. الدور كله رباعي نايم لجوه. هدخل في خرزة خرزة. ادخل في خرزة واحط اتنين، خرزة واحط اتنين. ونيمه لجوه. واحدة واحدة داير ما يدور. ايه رأيكم في الفانوس يا بنات؟ سهل ولا ايه؟ طبعا اسهل من اللولي اللي احنا كنا عاملينه ده، سهل خالص اهو. ادخل في واحدة واحط اتنين لاخر السطر، داير ما يدور. اخر غرزة بدخل فيها وبطلع في الجنب عشان الف واكمل الجنب التاني اهو، الف كده وادخل في اللي في الجنب دي اهي. يبقى كده معايا تلات خرزات، حط عليهم واحدة يبقى اربعة. لفي شغلك، تعملي الجزء التاني من هنا، خشي في واحدة تحطي اتنين،
اللي جنبها واحدة، حط اتنين، دخل عقدكم. داير ما يدور لغاية اخر الفانوس، بضمه لجوه اهو. كمان واحدة، حط اتنين، اللي جاية دي اخر غرزة في الجنب ده، هدخل فيها وادخل في الجنب اللي من هنا اهو. يبقى كده معايا تلاتة، حط واحدة، لفي شغلك كده. معاكي ايه؟ تخشي في واحدة، معاكي اتنين، حطي اتنين، اهو. غرزة اللي وراها، غرزة غرزة، واحدة احط اتنين، اخش في واحدة واحط اتنين، واللي في الجنب بطلع في الجنب، يبقى فاضل لي واحدة اهي. تمام، انا معاك واحدة واحدة عشان الايه يجي معاكم مظبوط، القبة بتاعته تيجي معاكم مظبوط. اهو لفي واحدة واحدة، خرزة خرزة. اهو اتنين، حط عليهم اتنين، خش في واحدة، حط اتنين، اهي اخر غرزة في السطر، هدخل فيها وبعدين اطلع في الجنب اهو، والف كده واطلع في الجنب، يبقى معايا تلات خرزات. اهو تلاتة، حط عليهم واحدة، اخر جزء اهو، شوف واحدة احط اتنين، فاضل لي غرزتين، خش في واحدة حط اتنين اهي، اخر غرزة هدخل فيها وبعدين اطلع في الجنب، يبقى معايا تلاتة احط واحدة اهو. ثلاث خرزات اهو بين الختين، هحط واحدة. يبقى كده السطر بتاعي داير ما يدور رباعي على جوه نايم خلص.
نركز بقى في السطر اللي جاي. بسم الله. بصوا يا بنات السطر اللي جاي اوريه لكم اهي، انا عملت اهو الربع عيني. تمام، انا السطر اللي جاي هو اللي هيحدد لي المثلث ده، هو اللي هيخليني اعمل المثلث ده صح. فانا لازم اعمل السطر اللي جاي ده صح. السطر اللي جاي اعمله ازاي؟ انا عندي اتنين رباعي، واحدة في النص خماسي. اللي في النص دي اللي هي مين؟ اللي هي فاكرين لما عملنا من الناحية دي على الخشب بتاعنا، عملنا من فوق تلاتة من هنا وتلاتة من هنا وفي النص واحدة مشتركة بين الاتنين. اهي المشتركة دي اللي في النص دي هي اللي فوقيها هنعمل الخماسي على واحد، هيبقى من هنا رباعي ومن هنا رباعي، والسطر كله داير ما يدور رباعي ما عدا الجزء اللي انا قلت لكم عليه ده، الخرزه اللي في النص دي فوقيها هيبقى خماسي على واحد. نعملها عملي مع بعض. اهو انا واقفه على خرزه اهي في الجنب دي، هعملها رباعي على واحد. بامبي احمر، بامبي اهو. تمام، لفي شغلك، عايزاه رباعي واقف. هدخل في الخرزة اللي جنبها دي برضو رباعي واقف، حط اتنين بامبي احمر، احمر بامبي سوري، احمر بامبي. تمام اهو. اهو تمام. وشوف اللي جنبها رباعي برضو عادي على واحد. احمر بامبي اهو. تمام اهو احمر بامبي كده اهو، اتنين رباعي. جينا للي في النص اهي اللي فوقيها اهي، تمام، اللي احنا قلنا عليها اللي هي المشتركة بين التلاتة اللي هنا والتلاتة اللي هنا، رابع واحدة اللي فوقيها هي اللي بتبقى خماسي. يعني انا هدخل فيها واحط اتنين احمر واحدة بامبي اللي في النص دي خماسي على واحد. تمام اهو. خشي بقى في اللي جنبيها عادي رباعي، هتحطي اتنين احمر بامبي هبدل خيطي عشان واحد طويل واحد قصير اهو. احمر بامبي رباعي عادي، خشي في اللي جنبيها رباعي عادي اهو، احمر بامبي واربط اهو. تبتي شغلك كده، ريحيه كده اهو لان هو واقف اهو، لفي شغلك رباعي، هتحطي اتنين احمر بامبي
شوف اللي جنبها عادي احمر بامبي. تاني اللي جنبها احمر بامبي. اللي في شغلك كده. احنا في الجنب اللي ايه هيبقى في واحدة خماسي هو ناحية الخشب. احمر بامبي ادي واحدة بعدين الثانية احمر بامبي. وصلنا بقى للغرزة اللي في النص اللي هي هتبقى اتنين احمر واحدة بامبي الخماسي اهي. اتنين احمر واحدة بامبي. تمام اهو بقية السطر خلاص بقى رباعي. يبقى انا عندي اتنين بس خماسي على واحد اللي هما مكان الواحدة اللي في النص اللي احنا قلنا عليها اللي مشتركة بين اليمين والشمال اللي معمولة في الخشب. الباقي بقى رباعي. اهو احمر بامبي اللي وصلت لغاية هنا. يا بنات حطي ايدك على اللايك يا قمر وتعليق حلو كده منك. ما تنسوش اللايك يا بنات. ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل الجرس كده عشان يوصل لكم كل جديد بإذن الله. اهو حلف بقية الصف بتاعي ده كله بقى خلاص رباعي. احمر بامبي اخر واحدة هدخل فيها واطلع في الجنب. يبقى معايا ثلاث خرزات فاضل لي واحدة اللي هي الاحمر. تمام كده خلصنا السطر ده. طيب السطر اللي بعد كده بقى بنات هعمل ايه واحدة واحدة كده مع بعض عشان نفهم. ماشي رجعنا لكم تاني بنات. هنبتدي مع بعض بقى. عملنا سطر نايم لجوه زي ما اتفقنا وبعدين سطر واقف رباعي على واحد. السطر اللي جاي ده بقى ناخد بالنا منه. شايفين الخرستين دول اللي في الجنب دول انا هبتدي من عندهم هدخل في الخرستين دول كده كده. خيطي كان ايه انا توهته وخلصت وشلته خالص وعملت خيط جديد عشان عايزه اوريكم الجزء ده. الاثنين اللي في الجنب دول انا هدخل فيهم وهشتغل خماسي على اتنين. يعني انا معايا اتنين جوه هحط عليهم تلاتة
احط بامبي احمر، بامبي انا حاسه ان الاحمر غامق فعايزه افتح شويه بقى فوق. تمام اهو خماسي على 2، ضميت الاتنين دول اللي في الجنب بخماسي على 2. هكمل السطر رباعي على 1، ادي واحده احمر بامبي، ركزوا معايا في الحته دي عشان في جزء كده لازم يتفهم. عملت اهي واحده، شايفين الخماسي اللي في النص دي اللي انا شغاله عليها اللي اشتغلتها دي شايفينها؟ هشتغل هنا رباعي وهنا رباعي، بس في النص انا هشتغل لرباعي طاير. يعني ايه؟ مع بعض كده نفهم. انا هخش في دي عادي اول واحده فيهم، هحط 2 عادي، دي في بامبي تمام، ادي واحده، في التانية اهي، التانية دي بعيده وانا كمان عايزه اعمل ايه؟ عايزه الجزء اللي يديني شكل المثلث كده لفوق، فانا هعمل هنا رباعي طاير، هحط 3 مره واحده، فانا هحط ايه مثلا؟ حطي 2 بامبي، 2 احمر اقصد، وواحدة بامبي عشان فوق كله يبقى احمر اهو. 3 مرة واحدة وهقفل من غير ما ادخل في اي غرزة. دي رباعي طاير اهي، شايفينها اهي طايرة اهي. خلاص هدخل بقى في الايه؟ في الغرزة التانية بتاعت الخماسي اهي، عادي هشتغل رباعي، هحط 2 احمر بامبي، اهي تمام يا بنات. بصوا عطتني ايه الزاويه دي كده زي المثلث اهو. هكمل بقى اللي جنبها رباعي على 1، هدخل فيها وهحط 2 احمر بامبي تمام اهو. وصلت انا بقى لفين؟ للاتنين اللي في الجنب، شايفينهم الاتنين اللي في الجنب دول؟ هدخل فيهم واعمل خماسي على 2، هيبقى معايا 3 احط عليهم 2 اهي. دخلت في واحده وادي الثانيه اهي اللي في الجنب اهي، يبقى معايا 3 هحط عليهم 2 احمر جنبي اهي، خماسي شايفينها. انا بلم الجناب عشان كل ما اطلع يتلم معايا ويقفل. اللي وراها هدخل فيها رباعي على 2، حط 2 احمر بامبي وصلت انا لايه؟ للاتنين اللي في الجنب اهو، ادخل فيهم هعمل خماسي معايا 3 احط عليهم 2 يبقوا 5 احمر بامبي اهو تمام. الف جيت للمنطقه اللي قدام اللي فيها الاتنين الخماسي، ماشي مع بعض كده بالراحه. هدخل في واحده
حط 2 احمر بامبي. عايزة اقلب خيطي لان هنا قصر. بالراحة، اهدى اهدى. ماشي يلا في اللي وراها اهي، جينا للخماسي اهي اللي فيها 2 من فوق. اول واحدة حط 2، احمر بامبي. وصلت للرباعي الطاير اهي، مش هدخل في حاجة، وهحط 3 مرة واحدة، 2 احمر واحدة بامبي. واربط اهي. تمام، خش في اللي وراه اللي هي الغرزة التانية بتاعت الخماسي اهي، خش فيها. عاملة الطايرة في النص بينهم هما الاتنين، حط احمر بامبي. نمشي مع بعض واحدة واحدة عشان ما يتظبط معاكم وما تغلطوش فيه اهو. تمام، وقفيه كده اهو، خشي في اللي وراه احمر بامبي. تمام اهو، شايفين الشكل، وصلنا للخماسي اللي هما الاتنين اللي في الجنب، الاربع جوانب خماسي. ادي واحدة وادي التانية، معايا 3 حط عليهم 2. احمر بامبي. اخر غرزة هدخل فيها واطلع في الجنب. اهي معايا 3 حط عليهم 1. تمام ماشي، انا واقفه في الخرزه اللي في النص اهو، السطر اللي وراه ركزوا برضو معايا فيه. بامبي احمر بامبي اهو، رباعي اهي اللي في النص دي ثابته، رباعي اهي. هاجي في الجنب هنا انا عايزه اضم الفانوس، هضم يبقى هاخد 2 في الجنب من هنا، هاخد 2 وفي الجنب من هنا 2، يعني في الجناب هضم 2. علشان ايه؟ علشان اقفل الفانوس، بس انا هضمه واخليه برده رباعي، يعني انا هاخد 2 اهم، يبقى معايا 3 خرزات. تمام، هحط عليهم 1 كده، بضم فانوسي لجوه اهو. تمام اهو، ادي واحدة هدخل في اللي جنبها رباعي عادي. معايا 2 هحط 2، احمر بامبي. تمام، خش في اللي وراه 2 حط 2،
احمر بامبي اهو اللي وراه. كده بقى هو ايه هيتني كده على جوه عشان اقفل المنطقه دي اهي. شايفين؟ احمر بامبي. اهو تمام. اللي وراها احمر بامبي. كده وصلنا للاتنين اللي في الجنب اللي اتفقنا عليهم اللي هضم بيهم الفانوس عشان يقفل على جوه اهو. الاتنين في الجنب دول ادي واحدة هضمهم بايه؟ هضمهم برباعي برضو. هيبقى معايا تلاتة، واحد اتنين تلاتة بين الخيطين، يبقى فاضل لي واحدة يبقى اربعة. في الفانوس لجوه اهو تمام. لفي واحدة اللي في النص دي تشتغليها رباعي عادي احمر بامبي. كده عندك الاتنين اللي في الجنب اللي هنضم بيهم الفانوس، اتنين ومعايا واحدة يبقوا تلاتة. راح احط واحدة واحدة اهي تمام. ندخل في اللي جنبها دي رباعي عادي بس هنيمها لجوه. احمر بامبي في اللي جنبها هنشد دي كده هيبقى فيه لسه غرزة في النص. احمر بامبي انزل تحت الغرزة دي احمر بامبي. وصلنا بقى هنا فين؟ لا لسه في واحدة كمان اهي احمر بامبي. كده احنا لو ضمينا الاتنين دول، الاتنين اللي احنا بنضم بيهم الفانوس دول اهم، ادي واحدة معايا كده لو شايفيني واحدة، وادي التانية
التانية اهي، وجيتي طلعتي في الجنب عشان دي اخر غرزة في السطر. هتبصي تلاقي نفسك معاكي الاربع غرز، الاربع خرزات خلاص. يعني انتي كده اشتغلتي الاربع خرزات اهو، اهم لو قفلتيهم كده هيبقوا اربعة. خلاص كده خلصت الغرزة. تمام، اعمل ايه؟ اربطيها. هنا مش هتحطي خرز، هي اهي موجودة. تمام، عشان انا هطلع بقى على السطر ده كده اقفل الجزء ده، يبقى كده القبة بتاعتي تمام. اربط دي اهي، ممكن ننزلها هنا عشان نطلع على الغرز اللي فوق اهي. نزلت عقدتي اهي، لفي خيطك على الثلاث خرزات دول اللي انا هشتغل عليهم، الثلاثة دول عشان اقفلهم بالرابعة اهي واهي. بقفل بقى الجزء اللي فوق خلاص. لفي بالخيط التاني واطلعي فوق عشان يبقى معاكي الطرفين. طلعنا هنا بقى معايا الطرفين اهم، ومعايا كام غرزة. انا بقى هشبك الجزئين دول في بعض، انا معايا هم تلاتة هحط عليهم واحدة. انا قفلتها بالرابعة اهي، قفلتها اهي بقى الجزء بتاعي كده تمام. اطلعي بقى فوق في الجنب ده كده، واطلعي في الجنب التاني من هنا. انا بشبك بقى ايه الناحيتين ببعض، احط واحده هنا وواحده هنا واشبك بواحده اهي. معايا كده تلاتة احط عليهم واحده اهي. تمام، الجزء ده كده تمام خلاص. يلا نشبك الناحية التانية، لفي شغلك كده، انزلي الغرزة بتاعتك من هنا ومن هنا، يبقى معاكي تلات خرزات. شبكي الناحيتين بواحدة اهي. لو نزلتي على اللي تحتيها هتلاقي نفسك خلاص خلصتيها، بس هي عايزه تتربط اهو. انزلي شديها ببنزك، انزلي من الناحيه الثانيه، شايفين؟ هنزل في الناحيه الثانيه اهي، هتلاقي الرابعة بتاعتها اهي تحت اهي، ادخلي فيها واربطي شغلك وتوهي خيطك اهو. دخلناهم، نعدلها اهم الاربعة مع بعض، اربطي خلاص قبتك كده خلصت. تمام، هندخل بقى ايه العقدة جوه الخرزة، ونتوي الخيط بتاعنا اهي. توه بقى خيطنا زي ما اتفقنا. ترتيب الالوان ده بتاعك، شوفي ايه الترتيب اللي يريحك اعمليه. بص شكل القبة بقى
عطشة، منظر للفانوس تحفة. اجمد شغلي واقابل الخيطين مع بعض واربطهم تاني عشان يبقى شغلي كده ايه مطمنه ان هو متين. خلاص قابلتهم مع بعض خرزة واربط، بس انا كده اطمنت ان شغلي ما شاء الله كده ايه متين مفهوش حاجه. بس هو دي شايف دخلتها اطلع بقى ان شاء الله في خرزة واحدة. خلاص الناحية التانية امشي معايا واحدة واحدة عشان تجيبي القبة كده مظبوطة. اهي ايه رأيكم بقى حبايبي؟ لكم جمالنا جوانب اهي. بس ما شاء الله حلوة قوي قوي. فاضل لنا ايه؟ فاضل لنا الايد بتاعتنا، يلا نعملها سوا. بصوا بنات انا عندي هنا خمسة في الجنب، خشي في الثالثه اللي هي اللي في النص عشان تبقى الايد بتاعتك في النص اهي. تمام اطلعي كده وسطاني خيطك وخلي الاثنين مع بعض عشان تبقى اليد متينه اهي. انا حاطه ستة في الجنب، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة، ستة اتنين ثلاثة أربعة خمسة ستة. تمام بعد كده حطيت من فوق تقريبا تمانية، اتنين أربعة ستة تمانية تسعة. واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية، دي واحدة كمان تبقى تسعة. هنكرر الستة نبيتي تاني. عشان نقفل من الناحية التانية، واحد اتنين. يا بنات اللي ما حطيتش لايك يا بنات تحط اللايك، حطش اللايك يا قمر، تعليق حلو كده منك. حطينا ستة اهو. تمام لفي بقى واربطيها في الناحية ايه التانية نفس المكان. تالت واحدة دخلت فيها واحدة اهي، شدي شغلك اربطي بقى ادي ربطه، جمزي كده عشان اليد تبقى جامده. اتنين يلا تلاته اهو، تلات ربطات جامدين. دخلي عقدة جوه اليد وامشي بالخيط جوه متيني الايد، خليها تبقى منشية كده اهي دخلت.
تمام قوي، شايفين ولا ايه؟ فهلكم فوق احسن. مشي بقى الخيط بتاعك في قلب اليد، تدي شكل بقى ايه تحفة للفانوس. يعني حتى اليد لو بالعدد ده هتديكي شكل المثلث، بس انا عايزة ايه ادخل خيط شوية. عشان تمشي اسرع، بصيها كده تمشي معاكي اسرع، تبقى حاميه بقى. هوريكي بقى تربطي رابطه بقى عشان الخيط اللي انت دخلتيه ده يخلي الايد منشيه. ما علينا كده، كفايه لفي خيطك كده واعملي عقده وربطيها كده جامد. العقده تبقى جوه ما تبانش اهي، ها كده هو جوه ماشي. شديها كده تمام، بس كده. بصوا اليد نشت ازاي وبقت عامله زي المثلث. التانية بقى تويها من تحت في الغرزة اللي انتي دخلتيها فيها اهي، ولفيها في قلب الفانوس كده. اليد تبقى مية مية معاكي وجامدة. عمرها ما تتقطع. بس كده فانوسك الحمد لله خلص. يا رب يكون عجبكم بنات، اهو شكله. اظن تحفة بالوانه وبتفاصيله وكل حاجة، ما شاء الله تحفة. تعالوا نحط واحدة الست والضوء كده ونبص عليه وهو منور. Thank you.
رب يكون الفانوس عجبكم بنات، وتكون ورشة سهلة وبسيطة كده وخفيفة على قلوبكم. ورمضان كريم عليكم يا أحلى بنات، كل سنة وانتم طيبين، واستنوني في ورشة تانية بالأركات بس ثلاث أوجه، وأخف من ده هيبقى في حدود 300 جرام، وبرضو الشكل حصري وتحفة. كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم عليكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.